السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية جراء صد هجومهم على مواقع للجيش الوطني في ميدي. مقاتلات التحالف العربي تستهدف موقعا للميليشيا الحوثية في دمت بالضالع. رئيس حزب الإصلاح يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. استهل النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني بقيادة قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح من جهة، وبين الميليشيا الحوثية الإرهابية من جهة أخرى في منطقة الكتف جنوب مدينة ميدي، إثر صد هجوم على مواقع الجيش الوطني. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني صدت هجوما للميليشيا الحوثية على مواقع الجيش الوطني في منطقة الكتف جنوب مدينة ميدي، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة بجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أجبر الميليشيا على التراجع مخلفة وراءها 7 قتلى وعشرات الجرحى من عناصرها. إلى ذلك نفذت مقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش الوطني قصفا هو الأعنف على تعزيزات وتجمعات للميليشيا الحوثية الإرهابية مخلفة خسائر فادحة في صفوفها ومعداتها العسكرية. قال قائد قطاع العفاريت في ميمنة جبهة نهم بأنه تم العثور على جثة القيادي الحوثي المدعو أبو زيد الوجيه قائد المجاميع القتالية الحوثية في جبهة نهم، كما تم العثور على جثة القيادي الحوثي المدعو أبو محمد المعيلي، كما تم العثور على عشرات الجثث للميليشيا الحوثية، حيث لقيت العشرات من القيادات الحوثية مصرعها في الهجوم الأخير الذي شنته الميليشيا الحوثية. هذا وكان اللواء 117 مشاة معروف بلواء العفاريت قد سطر ملحمة بطولية بعد أن قطع عليه خط الإمداد وحوصر من جميع الاتجاهات، لكن الأبطال ثبتوا حتى كسر الحصار وكسر الهجوم. كاميرا سهيل زارت خطوط النار والمواقع الأمامية حيث يرابط أبطال لواء العفاريت. المزيد في هذا التقرير. في أقصى ميمنة جبهة نهم نرى جثث قيادات حوثية تفحمت على أطراف المتارس التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وهي تحديدا للواء العفاريت، كما يحلو للواء 117 مشاة أن يحمل هذا المسمى، وهو بعد الهجوم الكبير الذي شنته الميليشيات الحوثية على امتداد الجبهات. حاصرت هذه المواقع، حوصرت هذه المواقع لمدة أسبوع، لكن أبطال لواء العفاريت صمدوا صمودا أسطوريا حتى تمكنوا من كسر هجوم الميليشيات الحوثية وحتى كسر الهجوم، وكما نرى جثث قيادات الميليشيات الحوثية. على كل للتعرف على خسائر الميليشيات الحوثية سأترك الحديث هنا لأحد قادة الجيش الوطني في أقصى ميمنة جبهتنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن سير المعركة وعن الجثث التي على أطراف هذا الموقع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد سطر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أروع البطولات والملاحم في هذا المعركة المستمرة أسبوع على التوالي، وكانت خسائر العدو باهظة في الأرواح في العتاد. أيضا هذه بعض أجهزة قياداتهم وهذه جثث بعض قياداتهم. من قيادات؟ هل تعرفتم على الجثث؟ نعم، واحد أبو يدعى أبو زيد الوجيه من حوث بن عمران، وهو قائد المجاميع القتالية في جبهة. نعم، والثاني أبو محمد معيلي تقريبا مساعده، وهنا قيادات أخرى لم يتم التعرف عليها لعدم وجود بطائق أو ما أشبه ذلك يثبت هذا. أيضا عن خسائر العتاد في الميليشيات الحوثية. عتاد باهظ، وتم اغتنام صواريخ له، قذائف RPG، أوالي كلاكنشوف وما إلى ذلك.
إذا مشاهدينا الكرام، شنت الميليشيات الحوثية هجوما كبيرا على امتداد الجبهات في نهم وفي غيرها، وتمكنت بالفعل من الوصول إلى متارس الجيش الوطني، لكنها لم تتمكن من الخروج من هذه المتارس، إذ أننا في أول المتارس هنا في أقصى ميمنة جبهة نهم، وهي الجبهة المطلة يمينا على مديرية الغيل محافظة الجوف، ويسارا على بلاد أرحب، فيما خلفنا هذه الجبال الفسيحة وهي بلاد نهم. من أقصى ميمنة جبهة نهم، عبد الإله البوري، سهيل. شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأربعاء عدة غارات على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية الإرهابية في أماكن متفرقة من المحافظة، حيث استهدفت بغارة مواقع تمركز الميليشيا في المعمد ما بين قرية الصراهم وشرف العنين بجبل حبشي، نتج عنه سقوط 12 قتيل وتدمير رشاش 14.5. كما استهدف بثلاث غارات مواقع وآليات عسكرية للميليشيا الحوثية في مطار تعز الدولي، ونتج عنها تدمير مدفع هاوزر شرقي المحافظة. إلى ذلك، صدت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا للميليشيا الحوثية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرقي المدينة. اندلعت اشتباكات بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وأفاد مصدر ميداني أن الاشتباكات اندلعت بين المقاومة والميليشيا الانقلابية في مناطق عباس والمختبي بمديرية ذي ناعم عقب هجوم للمقاومة على مواقع الميليشيا الحوثية. شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم غارة على مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية جنوب دمت بمحافظة الضالع، وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت آلية للميليشيا الحوثية في قرية العرفاف بدمت، وأن ألسنة اللهب تتصاعد من المكان. ويأتي هذا القصف عقب تحشيدات عسكرية قامت بها الميليشيا الحوثية إلى مناطق التماس بجبهة مريس دمت لرفض مقاتليها خلال اليومين الماضيين، في محاولة يائسة لشن هجوم على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مريس بعد أيام من انكسارها على يد قوات الجيش الوطني. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة تعمل بكل ما تملكه من إمكانات وموارد لمواجهة التحديات المعيشية والخدماتية في ظروف باتت فيها المعاناة الإنسانية الكارثية تسيطر على كل مناحي الحياة. وقال وزير الخارجية إن تعنت الميليشيا تفاقم إلى الحد الذي لا يمكن احتماله أو السكوت عليه، مما أوصل حالة حقوق الإنسان في اليمن درجة مزرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن المعاصر. وأشار المخلافي إلى أن القمة التي يجري التحضير لعقدها أواخر مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض تعتبر فرصة جديدة لاستعادة المبادرة والتوافق على السياسات التي تعظم المصالح العليا للأمة العربية وتضعها فوق أي اعتبار آخر. وثمن وزير الخارجية جهود دول تحالف دعم الشرعية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة وتحقيق الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار. أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بالانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات، وناقش مع نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن تطورات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات. وشدد الميسري على ضرورة مواصلة الانتصارات وتحرير ما تبقى من المناطق والمدن واستعادة مؤسسات الدولة بقيادة اليمن الجديد. قال وزير الزراعة والري عثمان مجلي إن اليمن تخوض اليوم بقيادة الرئيس هادي معركة الكرامة والحرية والديمقراطية واستعادة الدولة المغتصبة على كافة الأصعدة. وأكد في كلمة اليمن بالدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي انعقد في دولة الجزائر إن الشرعية في اليمن لا تواجه عدوا تقليديا واحدا، بل مجموعة من الأعداء اتفقوا وتكالبوا على اليمن وشعبه ومقدراته ودولته. وأشار مجلي إلى أن اليمن وبدعم وإسناد
من قوات التحالف العربي حققت انتصارات كبيرة على الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة الإرهابي. وقال مجلي إن انعقاد الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب جاء في ظل ظروف دقيقة تمر بها العديد من الدول العربية ومنها اليمن الذي يمر بظروف سياسية وأمنية حساسة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 وحتى اليوم. وأوضح مجلي إن قوات الجيش والأمن تمكنت وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من تحرير مساحة شاسعة من أرض السعيدة واستعادة مؤسسات الدولة في كثير من المحافظات اليمنية وبث سلطة الدولة فيها وإنشاء مؤسسات وطنية بديلة عن تلك التي اغتصبتها الميليشيا الإجرامية المرتهنة للسياسة الإيرانية وأطماعها في المنطقة. فيما تشارك وزارة الداخلية في الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في دولة الجزائر، يبارك اليمنيون حضورها ويتطلعون إلى دور أكثر حيوية وفاعلية لها ولأجهزتها الأمنية على صعيد ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب وعصابات الإجرام والاغتيالات في المحافظات المحررة. المزيد في التقرير التالي. في الجزائر العاصمة انطلقت اجتماعات الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدورة التي يمثل اليمن فيها وزير الزراعة عثمان مجلي تضع على جدول أعمالها تقرير الأمن العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس 34 و35، مشروع خطة أمنية عربية 9، مشروع خطة إعلامية عربية 7 للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، مشروع خطة مرحلية 6 للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، إضافة لمشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الفكري. الموضوعات المدرجة على جدول الدورة موضوعات مهمة بالتأكيد، لكن الأهم الذي يتبادر لذهن اليمنيين مع كل مرة يجري فيها الحديث عن الداخلية والأمن هو تأمين المناطق المحررة باعتبار أهميته موازية لاستكمال تحرير بقية المناطق. فاليمنيون يريدون للداخلية وزيرا وأجهزة أن يصبح الحاضر الأبرز في خارطة الأمن، وذلك أمر شرطه الأساس غياب كل التشكيلات الخارجة عن هيكل الوزارة من على أرض الواقع. فالتشكيلات الأمنية غير المرتبطة بالوزارة تصبح تشكيلات خوف وإخافة، وهو أمر بات واقعا في بعض المحافظات المحررة التي تحضر فيها أزمة أمنية على حساب حضور الداخلية. أما الأخطر من ذلك كله لا على الداخلية فحسب، بل على الوطن كله، أن تنشأ تشكيلات بمسميات أمنية ثم ينجلي غبارها، فإذا هي إعادة إنتاج لعهد أقام اليمنيون ثورة ليزيحوه وقدموا آلاف الشهداء وما يزالون في مواجهة محاولته للعودة. هي إذن أجواء عربية عامة يناقش فيها الوضع الأمني، لكن الوضع اليمني بالتأكيد يبقى وضعا لها خصوصيته وأولويته، حيث الأمن جزء من معركة التحرير التي يخوضها اليمنيون بدعم عربي وبدون أجهزة أمنية خالصة الانتماء للوطن وثورة الشعب. ستقع معركة التحرير والتأمين في إشكاليات هي أكبر من كل ما برز على السطح حتى اللحظة. التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد بن عبد الله اليدومي اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن وجملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية التي خلفها الانقلاب على مؤسسات الدولة وضرورة العمل على إنهاء هذه المعاناة. وفي اللقاء جدد اليدومي التأكيد على موقف الإصلاح الداعم للحل السياسي وفق المرجعيات المتفق عليها، وهي قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكذا مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وأشار إلى وقوف الإصلاح ومساندته لجهود المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث وكل المساعي الرامية لخلق استقرار وإحراز السلام.
وعبر اليدومي عن تطلعه إلى مزيد من دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لليمن وشرعيته الدستورية لإنجاز استحقاقاته الوطنية، مثمنا الموقف الأمريكي الداعم للشرعية وكل الجهود المبذولة لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية. من جانبه ثمن السفير الأمريكي دور حزب الإصلاح في الدفع بالعملية السياسية بصورة دائمة، مؤكدا حرص بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم كافة المكونات السياسية للدفع نحو الحل السياسي وفق المرجعيات المتفق عليها. أصيب اليوم شاب من أبناء قرية سوان في محافظة الضالع برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإجرامية. وقالت مصادر محلية إن الشاب محمد قاسم الحميدي البالغ من العمر 20 عاما أصيب بطلق ناري في إحدى رجليه اليوم جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل قناصة الميليشيا الحوثية المتمركزة في المواقع المطلة على الوادي أثناء تواجده بجوار مزرعته القريبة من منزله. يأتي هذا فيما تشن الميليشيا الحوثية الإيرانية قصفا مدفعيا متواصلا على سكان وادي سوان غرب مريس من مواقعها المطلة على الوادي بشكل مستمر، مستهدفة حركة المواطنين ومواشيهم. شيع اليوم في مأرب جثمان الشهيد الحارث عبد الكريم عمران بعد 3 أشهر من استشهاده واحتجاز الميليشيا الحوثية لرفاته. وكان الحارث استشهد مع 34 مختطفا وضعتهم الميليشيا الحوثية دروعا بشرية وأهدافا لطيران التحالف العربي في معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء في 22 من ديسمبر الماضي، وبقيت جثته في المستشفى العسكري حتى تم تسليمها أول أمس في صفقة تبادل قادها الهلال الأحمر اليمني. يشار إلى أن ميليشيا الحوثي درجت على تصفية عدد من المختطفين والمخفين قسرا من خلال وضعهم دروعا بشرية في أماكن عسكرية معرضة للقصف. طالبت قبائل الصبيحة الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ودول التحالف العربي والمنظمة الحقوقية للعمل الجاد والضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن مصير وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي ورفاقه اللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب المخفين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي. جاء ذلك في البيان الصادر عن اللقاء الموسع الذي عقدته قبائل الصبيحة وشهد حضور كبير من مختلف أبناء المحافظات الجنوبية الذين توافدوا عصر أمس إلى منزل وزير الدفاع محمود الصبيحي بمنطقة رأس العرب محافظة لحج. وقالت القبائل إن إخفاء اللواء محمود الصبيحي ورفاقه بشكل قسري يتنافى مع الأعراف القبلية والإنسانية والشرائع الدينية التي كفلتها كافة حقوق الإنسان وحريته، وهو الأمر الذي يشكل قلقا لدى أسرة ومحب اللواء الصبيحي ورفاقه المعتقلين والمختطفين منذ 3 أعوام. وطالب البيان الحكومة الشرعية والدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية مسؤولية الضغط على المجتمع الدولي لتطبيق القرار الأممي والذي نصت أحد بنوده بضرورة الإفراج المباشر على وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواءين ناصر منصور وفيصل رجب. حذرت الحكومة الشرعية من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها قلة النفط صافر المتواجدة قبالة سواحل الحديدة بسبب الوضع السيء الذي وصلت جراء افتقارها للصيانة منذ عدة سنوات. وقالت الحكومة في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إن ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر. وطالبت الرسالة من الأمم المتحدة المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على أن يتم إجراء عملية صيانة أساسية على الناقلة بناء على التقييم لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر. وأكدت الخارجية اليمنية أن استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطر الكوارث التي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة. وقالت الخارجية إن الحكومة ستقوم بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم
وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لإنجاز الأمر. أكد وزير الثقافة مروان دماج تورط الميليشيا الحوثية في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها، ودمرت الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت احتلالها، ونبشت وهربت قطعا أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفا ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. وأوضح الوزير دماج في تصريح نقلته صحيفة الشرق الأوسط إن الميليشيا الحوثية وضعت يدها على آثار مهمة جدا، جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية أو مصنفة لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيا في الأسواق الخارجية. وأشار وزير الثقافة إلى أن المتاحف الوطنية تعرضت إلى أضرار كبيرة ومباشرة، وأن بعضها دمر كليا فيما يتم تداول الآثار والمتاجرة بها في مناطق احتلال الميليشيا بشكل شبه علني. ترأس محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم لقاء موسع للأجهزة الأمنية القضائية وقيادات الأجهزة الأمنية والشرطية بالمحافظة، ويهدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، خاصة فيما يتعلق بجوانب الضبط القضائي وإجراءاتها بما ينسجم مع اللوائح والقوانين ويحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم. وأشاد المحافظ العرادة بالجهود المتميزة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطية بالمحافظة والنجاحات التي حققتها على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المجتمع المحلي الذي هو أساس النجاح فيما وصلنا إليه من أمن واستقرار. وأكد العرادة على رفع الحس الأمني ومكافحة الجريمة والإرهاب، وقال إن العالم ينظر لمحافظة مأرب بإعجاب لما حققته من إنجازات في جميع الجوانب، على رأسها الجانب الأمني الذي تحقق بفضل جهود يقظة رجال الأجهزة الأمنية ووقوف المجتمع إلى جانبهم. وشدد اللواء العرادة على ضرورة الاهتمام بجوانب بناء القدرات لمنتسب الأمن والشرطة من خلال التدريب والتأهيل ودعم قيادة السلطة المحلية لكافة البرامج في هذا المجال. وجه محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج البحسني شركة النفط بزيادة الكميات المصروفة من المحروقات للمؤسسة العامة للكهرباء حتى تتمكن من تحسين توليد الطاقة للمواطنين والتخفيف من حدة الانقطاعات المتكررة. ودعا المحافظ المواطنين والمؤسسات ومرافق الدولة إلى ضرورة سرعة تسديد ما عليه من فواتير الاستهلاك بغرض ضمان استمرارية مدهم بالطاقة. كما وجه المؤسسة العامة للكهرباء بضرورة متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة والقرارات الخاصة بمحاربة الربط العشوائي وسرقة الكهرباء من خارج العدادات. وقال محافظ حضرموت إن استمرار الطاقة ومعالجة مشكلاتها قضية مجتمعية على الجميع الإسهام فيها. تعاني مديرية صالة الواقعة شرق مدينة تعس من الاستهداف المتعمد والممنهج والمستمر للميليشيا الحوثية لمدارسها في ظل المعارك الدائرة على أطرافها، ما جعل السلطة المحلية تتبنى الحلول المؤقتة لضمان استمرار عملية التعليم. المزيد في التقرير التالي. مدرسة الخنساء للبنات بمديرية صالة والتي حرم فيها التعليم بسبب الاستهداف المباشر يوميا من قبل ميليشيات الحوثي، وقد ترك هذا الاستهداف آثارا تدميرية بهذه المدرسة، مما اضطر السلطات المحلية بالمديرية بعمل مدرسة بديلة لكي لا يحرم الطلاب من التعليم. مشكلة مديرية صالة أنه كل حوالي 90% من المدارس الموجودة هي على خط النار، يصعب استخدامها للتعليم، فتم إيجاد مدارس بديلة، وتم توفير في بعض المدارس الكراسي والسنبورات، وفي بعض المدارس الخاصة تم استغلاله بالتعاون والاستئذان من أصحابها من ملاكها لخدمة التعليم الحكومي. المدرسة البديلة غير مهيئة أن تستوعب الزحمة والأعداد الكبيرة للطلاب، خاصة وقد توافد إليها النازحين من شرق المدينة
مما اضطر إدارة المدرسة أن تستغل كل مساحة متوفرة بالمبنى. المدرسة طبعا تعاني من إشكاليات كثيرة، من أول شيء موقعها يعني مقابل تبت السلال، أيضا كمان في عندنا أماكن يعني لو شرحناها أنه مثلا أماكن تعتبر مش آمنة، عندنا الجولة اللي تحت المدرسة مباشرة تعتبر منطقة خط نار تتعرض للقنص باستمرار، عندنا كمان القذائف باستمرار المنطقة، حتى أن أيام الاختبارات وقبل فترة كنا مداومات بالمدرسة أحد سقطت قذائف اضطرني أنني أوقفت العملية وأخرجت الطلاب وخرجت المدرسات. الآن عندنا من النازحين من المناطق التي الآن حدث فيها التقدم الأخير للجبهة الشرقية تقريبا في حدود تقريبا 35 طالب وطالبة من مراحل مختلفة، الآن أنا عاملة توقيف لقبول كثير من الطلاب بسبب يعني بسبب الفصول ما هيش مؤهلة لأن احنا نستوعب. الطلاب يريدون أن يدرسون، وأولياء الأمور يحبون أن يروا أبنائهم على مقاعد الدراسة، والميليشيات لا تحب العلم ولا المتعلمين، لذا يستهدفون المنطقة بالقذائف، والطلاب يذهبون ويعودون إلى مدارسهم تهريبا خوفا من القنص. فمديرية صالة أكثر مديرية تعاني من الحرب والاستهداف. نشرتنا مستمرة وفيها جهود حثيثة لإنتاج عكاكيز لجرح الحرب بتعز. حملة لإزالة مخلفات الحرب من شوارع وأزقة المعلى. أكد محافظ تعز أمين محمود اهتمام السلطة المحلية بتوفير احتياجات المحافظة في مختلف المجالات وتطبيع الحياة فيها من خلال تفعيل المؤسسات وانتظام صرف المرتبات وتوفير الخدمات للمواطنين، وناقش تنفيذ تعز برئاسة المحافظ تقارير سير الأداء والخطط المستقبلية والاحتياجات الأساسية للمواطنين والوضع الأمني في المحافظة. وشدد المحافظ على ضرورة مواجهة التحديات واستشعار المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد. وأكد محافظ تعز على تحصيل وشدد على تحصيل الموارد المالية وإنفاقها بموجب القوانين واللوائح ووفق كل التجاوزات ووقف كل التجاوزات والازدواجية. يقوم مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز بإنتاج 20 عكازا يوميا بهدف توزيعها على جرحى المحافظة، وذلك بعد تركيب مكينة جديدة لصناعة العكاكيز بتمويل من الصليب الأحمر الدولي. وأكد الدكتور الموزعي مدير مركز الأطراف الصناعية أن وصول هذه المكينة سيسهل في توفير احتياجات الجرحى ومبتوري الأطراف لمساعدتهم على الحركة. طبعا هي عبارة عن عملية تتم من المواد المتبقية من مواد الأطراف الصناعية، طبعا يتم من خلالها تصنيع عكاكيز طبية بمعدل 20 عكاز يوميا. هذه العكاكيز طبعا نستخدمها نحن للجرحى والمصابين والإصابة الكسور والإصابات الأخرى. نصنع العكاكيز من المواد المتبقية أو تسمى الردي من المواد الأطراف الصناعية، مادة البوليبروبلين المتبقية التي نقطعها وهي متبقية نصنع منها العكاز. إمكاننا تغطية كل جرحى تعز من خلال هذه المكينة. طبعا 20 عكاز يوميا هذا رقم كبير يعتبر، سيوفر مجهود كبير وسيوفر أيضا قيمة كبيرة. عبارة عن مكينتين متوفرات في اليمن، الأولى متوفرة في صنعاء، الثانية متوفرة في تعز. نحن هنا بصدد إعطاء العكاكيز مجانية، هنا يتم تصنيعها وهناك دعم من الصليب الأحمر الدولي بالمواد، سيتم توزيعها إن شاء الله مجانا. ناشدت سمية محمد أحمد البريهي شقيقة الطفل فريد الجهات المختصة في اللجنة الطبية بتعز ووزارة الصحة بسرعة إنقاذ أخيها الذي أصيب في رمضان الماضي إثر قذيفة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية،
مشيرة إلى أن عينه اليسرى توشك على الإصابة بالعمى جراء الإصابة التي أفقدته أيضا عينه اليمنى وإحدى قدميه. سمية عبد الله محمد أحمد. هذا الطفل اسمه فريد عبد الله محمد أحمد البريهي. طبعا إحدى الجرحى الذي سقطت عليهم قذيفة في ثالث رمضان بجوار الحي الجمهوري في أسفل الجمهوري، وهم كانوا طبعا مجموعة جوهر يلعبوا، وفريد أحد منهم. حاليا الآن هو يعاني من فقدان عين ويعاني من رجله، ما زال يتعالج حتى الآن من ثالث رمضان الآن يتعالج تحت العلاج، وإنما الآن حصل تقصير في حق الجرحى أنهم يعني ما اهتموش في بو فيكون طفل يعني يساوون بين مساواة الكبار. هذا الطفل لازم يعني ما عندهش المناعة لتحمل هذه الإصابات. الحين هو فقد عينه، يحتاج الآن عين متحركة بالخارج وتجميل، بحيث إنه نحتاج كمان بحيث إنه ما يسحبش العين الثانية، يعني عملية عشان فصل العين الأولى من العين الثانية عشان ما تسحبش، ما يكونش يعني قادر على البصر يكون. الآن عملنا له عملية تحليل أعصاب، ما زال الآن يمشي شوية عشان الآن بعلاجات الطبيعية وقفوها بسبب إنهم ما حصلوش الدعم. المطلوب الآن إنهم يساعدوا فريد أخي بإيجاد علاجات المستلزمة إليهم ويعرضوا إلى اللجنة الطبية مجددا بحيث إنهم يسرعوا في حالته السفر. ألقت قوات الجيش في محافظة حضرموت يوم أمس القبض على عصابة بعد أقل من ساعة على سرقتها لسيارة مواطن، وقال مصدر عسكري إن نقطة وادي السر التابعة للمنطقة العسكرية الأولى ألقت القبض على العصابة وسلمت السيارة للمواطن الذي تم سرقة سيارته. اختار مهرجان جنيف الدولي للأفلام الوثائقية الفيلم الوثائقي القصير بلا قواعد للزميل الإعلامي عبد الله إسماعيل للمشاركة في المهرجان والمنافسة على جوائزه في دورته التي ستنطلق اليوم. وقال إسماعيل إن الوثائقي يوضح قضية الكلفة الهائلة التي يتكبدها الصحفيون جراء عملهم الصحفي في المناطق الخاضعة لاحتلال الميليشيا. أوضح إسماعيل إن الفيلم الوثائقي بلا قواعد يتناول قصصا لصحفيين فقدوا حياتهم أو تعرضوا للاختطاف والتعذيب في سجون الحوثي والحوادث المختلفة من خلال لقاءات خاصة مع الضحايا أو أهاليهم وأصدقائهم. وشهدت الصحافة في اليمن تدهورا خطيرا بعد انقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية في العام 2014، حيث مارست الميليشيا انتهاكات ممنهجة وواسعة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على حد سواء. التقى نائب محافظ أبين الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ مهدي الحامد برئيس منطقة منظمة حق الخضر الميسري، وجرى في اللقاء تسليم الأمين العام عدد من التقارير الحقوقية والأنشطة الإنسانية التي قامت بها المنظمة في المحافظة خلال الفترة الماضية. سعدت اليوم باللقاء الأخ الخضر الميسري رئيس منظمة حق والتي تهتم بقضايا حقوق الإنسان، وحقيقة نحن سعداء بعمل هذه المنظمة لأنها ساهمت كثير في أولا برنامج التوعية حول مخاطر المخدرات، وكذلك تدخلت في دعم بسمة أمل لمرضى السرطان وقدمت دعم كبير لهذه المبادرة. فعلى هذا الأساس نحن التقينا بهم اليوم، ونحن على استعداد في السلطة المحلية بأننا نسهل وندلل لهم كل الصعاب، نتمنى أن يستمر هذا عملهم الإنساني ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. طبعا نحن كنا الآن في لقاء مع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين الأستاذ مهدي الحامد، وقد تم تسليمه عدد من التقارير الحقوقية التي قامت فيها المنظمة في أوقات مختلفة وأوقات سابقة، ومشروع الأمومة والطفولة التي قامت به المنظمة في 2016 نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017، وسلمنا جانب من الأعمال المجتمعية التي قامتها المنظمة على مستوى المحافظة، وكان آخرها لقاءنا بالأخوة في مشروع ابتسامة
لدعم السرطان، مرضى السرطان. ولأن نحن تشرفنا بهذه الزيارة للسلطة المحلية متمثلة بالأخ الأمين العام للمحافظة. نظم برنامج استدامة التابع لمؤسسة العون في حضرموت دورة تدريبية لمنتسبي المنظمات وخريجي الجامعات حول إدارة المشاريع التنموية ضمن برنامج الدورات المتفرقة. وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات في إعداد المشاريع التنموية وفق متطلبات المانحين وإكسابهم مهارة الإدارة بالنتائج. وارتكزت محاور الدورة حول التعريف بالتنمية وتحليل الاحتياجات المجتمعية وتصميم المشاريع وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. قام مدير مديرية المعلى في محافظة عدن اليوم بالإشراف على إزالة مخلفات الحرب من شوارع وأزقة المديرية، حيث تم رفع العديد من السيارات التالفة والآليات والأكوام الحديدية من أماكن متفرقة في المديرية. وفي سياق آخر، زار مدير المعلى فهد المشبق أحد المنازل التي تعرضت لحريق في المعلى ليلة أمس، أسفر عن وفاة طفلتين فيما تعرض المنزل لأضرار جسيمة. ووجه المشبق بترميم المنزل على نفقة المجلس المحلي في المديرية. دشنت السلطات المحلية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع اليوم حملة لنظافة شوارع المدينة التي تتكدس فيها المخلفات منذ عدة أشهر. وفي تصريح لسهيل قال مدير مكتب التخطيط الحضري والسكان إن الحملة تأتي بدعم ورعاية من مدير عام المديرية الموجري، وتهدف إلى تحسين وجه المدينة ورفع المخلفات التي تشوه وجه المدينة، ناهيك عما تمثل تلك المخلفات من مخاطر يستغلها الإرهابيون لدس وزرع المتفجرات فيها. برعاية مدير عام المديرية نقوم بحملة نظافة واسعة للمديرية كامل المدينة بشوارعها الرئيسية والخلفية، ونشكر مدير عام المديرية على الجهود المبذولة من جهته الخاص. أهم الأعمال أزلنا المخلفات المكدسة منذ سنوات في المدينة إلى أماكن يعني من شوارع الهدف يعني المديرية هي الأهم عندنا. نشرتنا انتهت، وعودة إلى عناوينها. قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية جراء صد هجومهم على مواقع الجيش الوطني في ميدي. مقاتلة التحالف العربي تستهدف موقعا للميليشيا الحوثية في دمت بالضالع. رئيس حزب الإصلاح يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سهيل.net وعلى صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.